مشاهدينا، 1% نسبة المحتوى العربي على جوجل، ولكن 5% نسبة المشتركين العرب في جوجل. ينضم إلينا مسؤول تسويق موقع جوجل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وائل غنيم للحديث عن الخطوات لزيادة المحتوى العربي على جوجل. صباح الخير. صباح النور. إذا هناك في نية لزيادة المحتوى العربي في جوجل، شو هي الخطوات اللي راح تتبعوها؟ الحقيقه انا عايز بس ارجع خطوه لورا اشرح لك ايه المشكله اللي احنا شايفينها. كلمه المحتوى هي اي معلومه الناس بتحب تدور عليها، سواء كانت معلومه عن بيزنس او يعني معلومه تجاريه او معلومه انفورميشن في اي مجال الناس بتهتم بيه. زي ما حضرتك تفضلت، عدد المستخدمين العرب بيزيد بشكل سريع جدا على الانترنت، بس في نفس الوقت المحتوى ما بيزيدش بنفس السرعه. ودي كانت السبب الرئيسي لكده، كان حاجتين. الحاجة الأولانية هي انعدام أدوات النشر. في الفترة اللي فاتت كان أغلب الناس بتحاول تنشر المعلومات اللي عندها على المنتديات، دي كانت وسيلة نشر المعلومات اللي عند المتوفرة ليهم. والحاجة الثانية هي ثقافة المشاركة. موجود طبعا ثقافة المشاركة في العالم العربي، بس مش بالحد المطلوب، بالحد اللي زي في الدول التانية. احنا في جوجل طبعا كشركة مهمتنا مش هي صناعة المحتوى، احنا ما بنصنعش محتوى، بس احنا كشركة تقنية بنوفر الادوات اللازمة. جوجل قدمت مجموعة من الحلول، بعضها حتى متخصص، كان هدفها بعض المهندسين العرب عملوها مخصوص علشان ينشروا المحتوى في العالم العربي. فعلى سبيل المثال مش الحصر، عندنا خدمة جوجل ترانسليت. جوجل ترانسليت دي بتترجم أي محتوى بأي لغة تانية متوفر إلى اللغة العربية، طبعا بطريقة أوتوماتيكية. مظبوط، ما بتكونش دقيقة يعني، مش بالضبط، مش بالدقة يعني، بطريقة حرفية قد تفقد بعض الشيء، ولكن بالضبط، بس هي بتوفر تقريبية. لو أنا مثلا مستخدم عربي، أنا على فكرة من الناس اللي بحب أقرأ الأخبار بالروسي، سو أنا ما بفهمش روسي. انت بتفهم الموضوع بيتكلم عن ايه، الاحداث اللي بتحصل. بتوفر الاداه دي، بتوفر فعلا محتوى انت ما كنتش تقدر توصل له في الفتره. بتوصل التواصل بين الشعوب. احنا عندنا، انا عندي زمايلي في مكتب لندن بيقروا احيانا جرايد عربيه من خلال الخدمه، لانه بتشوف المجتمع بيفكر ازاي. دي واحده. الحاجه الثانيه عندنا البلوجر، او اللي هو برنامج التدوين. بلوجر طبعا الهدف الرئيسي ان احنا لما بنطلع الادوات دي، ان احنا عايزين انا وانت واي مستخدم بيسمعنا دلوقتي يقدر ان هو بدون اي خلفيه تقنيه يقدر ينشر المعلومات اللي عنده. كلنا عندنا خبرات. انت مثلا، انا قبل البرنامج دخلت على جوجل وعرفت انت بتعمل ايه، وان انا بتحب الشعر ودرست فين. المعلومات دي بتدي الواحد باور، وكل واحد فينا عنده يعني في حاجه. انت خبير في حاجه في ناس كتير جدا ما تعرفش عنها وتحب تعرف عنها وبتدور عليها. فبلوجر ونول، البلوجر اللي هو بتاع التدوين، مظبوط، بحس في ناس كتير بتشارك بآرائها وخبراتها. انا لسه كنت بحكي قبل البرنامج لواحده زميلتي ان مراتي بقالها فتره عماله تطبخ طبخات غريبه، فبسالها انت جبتي الحاجات دي منين، قالت لي ده في واحده في الامارات عامله بلوج حاطه فيه الاكل الاماراتي. طب وائل، يعني في هذا بعض التولز، او خلينا نقول الادوات اللي بتحكي عنها موجوده لها فتره، ما بعرف اذا الناس عم تستعملها ولا لا. كيف رح تخلوا الناس يعني تفعل مشاركاتها العربيه عن طريق جوجل؟ اللي احنا بنحاول طبعا نول مثلا، اللي هي الموسوعه اللي هي الخبراء بيكتبوا فيها دي، احنا مطلعينها ما بقلاش شهور قليله، هي جديده. الادوبشن، او زي ما بيقولوا الناس كتير جدا بتنشر المعلومات بشكل، بقالنا فتره بنواجه نمو متزايد. طبعا مش بنفس السرعه. انا متهيألي الدور ده مش دور جوجل بس، ده دور كل وسائل الاعلام، زائد كل الافراد. ان احنا بنحاول نغير ثقافه الافراد، ان انت لما بتنشر معلومات دي عامله زي كانك احنا بندي فرصه للي قاعد في بيته، لست البيت اللي قاعده، انها تنشر مقاله، تبقى عامله زي الصحفي المشهور اللي بيكتب.
مثال مثلا على كده، في واحد عنده 80 سنة، ده كيس حقيقي عندنا في نول، كتب مقال عن خيول العربية، هو بقاله 40 سنة مدرب فروسية. الراجل ده عشرات الالاف من الناس قرت الارتكل بتاعته وكتبوا تعليقات. هو هي دي الانترنت، انها بتمباور كل الناس انها تقدر تشارك المعلومات. كيف الواحد بده يشارك؟ هل من الضروري من خلال مدونة انه ينشئها فقط؟ لا، المشاركة طبعا كل واحد، لو انت هتكتب بشكل متواصل يعني، أيوة، مثلا بشكل دوري كل يومين كل 3 ايام كل اسبوع، يبقى طبعا المدونات هي الوسيلة الافضل. لو انت عايز تكتب يعني، حسيت ان انت مثلا عندك قصيدة وكتبتها وعايز تشاركها مع الناس، يبقى ساعتها انت بتستخدم واحدة من ادوات النشر زي نول، اللي هي مش محتاج تكتب فيها بشكل دوري. وطبعا بنشيل من عليك العائق بتاع ان انت محتاج تنشر على مواقع البحث، ومحتاج تنشر تقولها. الموضوع بيبقى انت مش محتاج اي خلفيه تقنيه عشان مقالك ده يقراه عشرات الالاف من الناس ويعلقوا عليه كمان. طبعا احنا في عنا عده صور حتى تقدر يعني تشرح اللي عم تحكي عنه، مواقع ايضا لجوجل وطرق بحث وتفعيل المشاركات، بس للاسف في عنا بعض المشاكل التقنيه، ما بعرف اذا في واحده منهم جاهزه، خلينا نشوفها. اذا بتشرح لنا مثلا اذا قدرت، شو بالضبط هون عم نشوف؟ مدونة هاي، بلوجر. ده طبعا المنتج بتاعنا اللي هو بلوجر. المنتج ده معرب بالكامل، المستخدم العربي يقدر ينشر كل ما لديه من معلومات باللغة العربية، يعني اتجاه الكتابة كلها من اليمين لليسار زي عندنا في باللغة العربية. والحقيقة فيه احنا بنشهد تطور ملحوظ جدا في عدد التدوينات والمدونات، المدونات اللي هي البنك بتاع التدوين باللغة العربية، ده من أكبر المنتجات اللي بيزيد استخدامها عندنا في العالم العربي. دي خدمة الترانسليشن زي ما أنا قلت لكم، اللي هو مثلا أنا راجل ممكن أكون عربي، خبرتي في اللغة الإنجليزية مش كبيرة، هكتب مثلا بدور على فندق في مدينة معينة، فبكتب باللغة العربية يعني، بكتب كلمة البحث باللغة العربية وبدور، بلاقي المواقع الإنجليزية كلها بتترجم. الحاجة التانية هنا مثلا، ده مثال لنول اللي هو البرنامج بتاعنا، أداة النشر لأي حد عنده خبرة أو ثقافة في مجال معين وعايز يشارك الخبرة دي مع الناس كلها. وفي شيء الأخير اللافت، إنك بتكتب كلمة بالعربي بس بالأحرف الإنجليزي ولحالها بتقلب للعربي. ده السوشن اسمه التعريب، ده عشان معمول مخصوص للمستخدمين اللي هم ما عندهمش كيبورد بالعربية باللغة العربية، أو في بعض الناس ما بتعرفش تكتب بالعربي بنفس سرعة الكتابة بالإنجليزي. فإحنا برضو مش عايزين، كان في ظاهرة اللي هي أنا بسميها العربليزي، اللي هو الناس بتكتب بالحروف اللاتينية اللغة العربية. إحنا بنحاول نساعد الناس إنها في النهاية تستخدم اللغة العربية. شكرا جزيلا لك وائل غنيم، إن شاء الله أنكم تقدروا بالفعل تفعلوا دور جوجل في اللغة العربية على الأقل، وفي نشر اللغة العربية وأيضا المحتوى العربي على الإنترنت. مشكرك جزيلا، شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الآن.